شكرا للإخوان الأساتذة الجامعيين اللي فادونا بهذا اليوم الدراسي، وإنما جاءوا به يعني هو متداول، ولكن عندي واحد الأسئلة اللي يطرحها، من أين يمكن أن ننطلق إلى الجهوية؟ كيل لا كلي دو لا ريجيوناليزاسيون؟ فين غادي تخرج؟ هذه الأولى. ثم يجب الاعتماد على مؤهلات الجهة الشرقية، احنا الآن الجهة الشرقية رقم 8 من جهات المملكة عندها مؤهلات، يعني مسلما عندنا جميع المؤهلات، لكن اللي كيغيب التنسيق ما بين القطاعات، ما بين قطاع الماء والسكان والتنسيق والتنمية المستدامة والسكان وجميع القطاعات كما سبق واحد الأخ دخل. إذا مع اعتبار أننا نأخذ دائما بالخصوصيات ديال كل منطقة، الخطاب جدل الملك كان واضح، يعني لابد ناخذوا واحد البرنامج تنمية ما نعتمدوا على خصوصيات منطقة معينة. ثم عندي واحد التنقل آخر وهو إعادة النظر في الجهوي والتركيز على المؤهلات الحقيقية لكل منطقة من مناطق المغرب. شكرا.